مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في المسابقة اللي قدمتها قناة أشواقع بمناسبة رأس السنة. هذه الحلقة مدعمة من طرف بوتيك جلال. اليوم غادي نهبطوا للشارع المسيوي كما شفتوا معنا في الحلقة السابقة، وغادي نسولوا الناس أسئلة في ثقافة عامة. إلا جاوبوا غادي يربحوا، ولا ما جاوبوش حتى هي غادي يربحوا. خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ بخير، لاباس عليك؟ صحه مزيان؟ بخير الحمد لله. الله يسلمك. الله يكبر. دايرين واحد المسابقه ولا بغيتي تشارك معنا؟ غادي نسولك سؤال ثقافه عامه، ولا جاوبتيني غادي تربح معايا قسيمه ديال 100 درهم مقدمه لك من طرف بوتيك جلال. ايه نسولك السؤال، هو القلب الاخطبوط شحال عنده من قلب؟ عنده واحد. فكر مزيان. عنده واحد. جواب شويه خطا. الاخطبوط عنده 3 ديال القلوبه، يعني كان الجواب ديالك خطا، ولكن غادي تربح معنا بلاتي نعطوك الجائزه ديالك. تفضل، اي الجائزه ديالك مقدمه لك من طرف بوتيك روما، واخا خسرتي ولكن كنعطوك. بوتيك روما كيعطيك حتى هو جائزه. شنو ممكن تقول للناس اللي غادي يشوفوك؟ شكرا على هذه الجائزه. نشكركم على هذا الشيء. المعلومه هي عندك الاخطبوط راه عنده 3 ديال القلوب. السؤال ديالك كيقول شنو هو اول منتخب عربي صعد لكاس العالم؟ اول منتخب عربي صعد لكاس العالم. نتبع شويه الكره. تبعين ضروري. الله يا ودي، شي واحد الدراري تقريبا ما عندوش مع الكره. انا بغيتي تقول هاد الكلمات. واش اخويا نقول لك؟ مصر. مصر متاكد؟ مصر متاكد 100%. مصر 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 سيدي. مبروك، متبع اخويا متبع. اول منتخب عربي صعد لكاس العالم هو مصر، اول منتخب المصري. مبروك عليك اخويا. قسيمه مقدمه لك من طرف بوتيك جلال. تفضل خويا، شنو ممكن تقول الناس بمناسبه السنه الجديده؟ اش غنقول لهم؟ سنه سعيده، والله يدخل عليهم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. بغيت نسولك شنو هي اكبر قاره مساحه؟ اكبر قاره مساحه دي. اكبر قاره من حيث المساحه، اكبر قاره في العالم من حيث المساحه. بريطانيا. لا ماشي اكبر دوله، اكبر قاره المساحه ديالها. اكبر قاره التي اوروبا. جواب خطا، ماشي اوروبا. مش اوروبا، اكبر قاره في العالم مساحه هي اسيا. اسيا هي اكبر قاره مساحه في العالم. شكرا لك بزاف اخويا على المشاركه ديالك، وراك تربح معنا بوتيك جلال كيهديك جائزه حتى هويا. تفضل، ممكن تقول الناس بمناسبه السنه الجديده؟ ونتمنوا من الله يدخل العام يكون عام مزين. كيقول لك السنه احسن حاجه تقول العام، يعني العام كيكون احسن من السنه. نتمنى من الله يكون عام مزيان يدخل علينا بالخير والبركه. السؤال ديالك كيقول سيدي شنو هو الحيوان اللي كتستخرج منه المسك؟ الحيوان اللي كتستخرج منه المسك؟ الغزال. باش عرفتي الغزال؟ ومعلومات كنجيبوهم مع اصحابنا وصافي، كنجرب من اصحابنا وصافي. شويه كاش كتقلب شويه ضروري، شويه كتوبه، شويه تليفون، راك عارف تليفون حتى شي حاجه مبقى كتخبى دابا. سيدي هو الغزال. مبروك عليك، ربحتي معايا قسيمه ديال الشراء من فئه 100 درهم مقدمه لك من طرف بوتيك جلال. تفضل اخويا. شكرا. تفضل حبيبي، شكرا لك. شنو ممكن تقول الناس بمناسبه السنه الجديده؟ وبالنسبه للناس تعاد السنه الجديده، نتمنى ان تدخل على الناس بالصحه والعافيه، والله يبعد لنا بعد اول حاجه هذا الوباء اللي بعد خربق علينا الحياه ديالنا. ونقول لبنان كامل بعد هذه ماروكا كاملين هابي نيو يير. شنو هي اصغر دوله عربيه مساحه؟ مساحه
اصغر دولة عربية مساحتها. الا جاوبتي غادي تدي قاسمة تشيرة، الا ما جاوبتيش حتى هي غادي تربح معنا. دولة عربية مساحتها يا اش دير الاتصال بصديق؟ لا مصر. لا 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 مصر ما اكبر الدول، ماشي مصر ماشي مصر. ها هو سيدي ديالك هذا مقدم لك من طرف بوتيك جلال. شكرا. شنو غادي تقول للمشاهدين بمناسبه راس السنه؟ كنقول لهم كل عام وانتم بالف خير وسنه سعيده. السؤال ديالك كيقول من هو الصحابي الملقب بالفاروق؟ الصحابي الملقب بالفاروق هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر متاكد؟ متاكد 100%. زعما ما يمكنش نشك ولا شي حاجه؟ لا متاكد 100%. هذه المسائل كنكونوا متاكدين منها. لا متاكد 100%. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شكرا لك بزاف اخويا، مبروك عليك، ربحتي معايا قسيمه من فئه 100 درهم. هي اخويا شكرا. مقدم لك من طرف بوتيك جلال، شنو ممكن تقول للناس بمناسبه السنه الجديده؟ كنتمنى تدخل لهم بالصحه والسلامه وبطول العمر وبشي حاجه زوينه ان شاء الله تدخل لنا بالعام الجديد. السؤال كيقول كم العدد ديال الصمامات ديال القلب؟ خمسة. شوية شوف مزيان، أنت جاوب آخر ديالك، شحال العدد ديال الصمامات ديال القلب؟ جوج. جاوب آخر. جوج. جواب خطأ، أول جواب هو أربعة. أربعة ديال الصمامات ديال القلب، القلب عنده أربعة صمامات. هادي خليها عندك ثقافة عامة وكتربح معنا هذا. كيتعطى لك من طرف. شكرا. شنو ممكن تقول للناس؟ سنة سعيدة ونقص شوية من الشراب وكذا. شنو هي أصغر دولة مساحة؟ أصغر دولة مساحة كنظن البحرين. البحرين متأكد أنها البحرين؟ متأكد. علاش ماشي شي دولة أخرى؟ لحقاش أنا عندي شوية دراية بالخرائط ديال الدول العربية وعندي المساحة داكشي ديال العواصم والدول، عندي شوية مع شنو هي العاصمة ديال البحرين؟ المنامة. سيدي مبروك عليك، ربحتي معايا قسيمه من فئه 100 درهم. هاك تفضل خويا. شكرا اخويا. مقدم لك من طرف بوتيك جلال، شنو تبغي تقول للناس بمناسبه السنه الجديده؟ كنتمنى ان شاء الله السنه تكون مباركه على الجميع الامه الاسلاميه ان شاء الله، وتدخل علينا بالفرح وتحيد علينا هذه الغمه والشيء ديال المرض ديال كورونا اللي جاب، راك عارف جا خربع كل شيء. ونتمنى للناس صحه جيده وعافيه وان شاء الله ويكون هذا العام بمثابه ان شاء الله النجاح والازدهار ان شاء الله كل شيء يتحرك. السؤال كيقول كم العدد ديال صمامات القلب؟ لربما اثنان. ما عنديش معلومه. لا ما كايناش شي معلومه. لا ما عنديش معلومه لا شباب. لا هو المهم العدد ديال الصمامات ديال القلب هو اربعه. هذه معلومه خليها عندك. المهم راه حتى هي غادي تربح معنا، ربحتي معنا هذا. تفضل تفضل تفضل. الله يكرمك شباب. هذا مقدم لك من طرف بوتيك جلال. غادي نسولك اسيدي الاخطبوط، الناس اللي ما كيعرفوش الاخطبوط حنا كنقولوا ليه في مدينه اسفيزيز. الاخطبوط شحال عنده من قلب؟ الاخطبوط بولبو ياك كيف ما معروف في اسبانيول بولبو، ثلاثه القلوب اللي فيه اللي عنده. وباش عرفت ثلاثه القلوب؟ بحكم الدومي ديالي 14 سنه وفي البحر غادي نحكم انا عارف بلي الاخطبوط عنده ثلاثه القلوب. واش ثلاثه القلوب مأكد 100% و 100% ونقدر نبين لك. سيدي مبروك عليك، مبروك عليك سيدي، جواب صحيح. اوا سيدي ديالك قسيمه قدام لك من طرف بوتيك شلال، شنو ممكن تقول الناس بمناسبه السنه الجديده؟ وغادي تلقانا ان شاء الله في اول تعليق ولا في ثاني تعليق، الا كان الفيديو غادي يتلاح اليوم. سولك سؤال في ثقافه عامه، السؤال ديالك كيقول ما هي اكبر دوله في العالم مساحه؟ مساحه السعودي. انت في نظرك السعوديه اكبر من الصين؟ وانا كنت في الصين. انت كتقول لي اكبر دوله في العالم هي السعوديه؟ راه ما يمكن. السعوديه اكبر من امريكا؟ لا عندك الحق، ما كتعطيني لي السؤال. لا ياك كنديرو نعطيك فرصه اخرى. اه مرحبا. فكر مزيان. باقي سيدي باقي وفكر مزيان، راه لا ما جاوبتيش راه غادي تربح. امريكا. أمريكان. لا جواب خطأ. تتسال لي على الكرة الأرضية كاملة تتصدق لك شي وحدة. لا 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 صافي دابا ماك بعد حمار. أكبر دولة في العالم مساحة هي روسيا.
روسيا. شكرا على هذا المعلومة. أكبر دولة في العالم مساحة. روسيا. شنو ممكن تقول الناس مناسبة السنة الجديدة؟ نتمنى من العام يدخل إن شاء الله بالصحة والعافية ويزول علينا هذا المرض هذا. السؤال ديالك يقول شنو هو أكبر محيط في العالم؟ المحيط الهادي. مش عارف شنو. أكبر بين. سيدي الجواب ديالك صحيح. أكبر محيط في العالم هو المحيط الهادي. عندك واحد قسيمة فئة 200 درهم مقدمة لك من طرف بوتيك جلال. شنو ممكن تقول الناس بمناسبة السنة الجديدة؟ وغادي نقول لهم سنة سعيدة وكنشكركم على الجائزة ونهار كبير هذا وسنة سعيدة. بارك الله فيكم. شنو هي الديانة الأكثر شيوعية في الهند؟ الديانة اللي معروفة بالهند. ما عرفتش ماشي مشكل. ما عرفتش هاك خويا كتاخذ معنا هذا كادو حتى هو مقدم لك من طرف بوتيك جلال. لان دابا حنا شنو جاوبتي غادي تربح. ما جاوبتيش هي رابح. شنو ممكن تقول الناس مناسبه العام الجديد؟ كل عام وانتم بخير، سنه سعيده، والله يطولنا عمركم وكامل احتراماتي لكم الخاصه. غادي نسولك على المشه. مشه قطه شحال كتولد من مره في العام؟ تولد جوج خطرات، ثلاثه الا كانت شبعانه. كانت ما شبعاتش ولا خطره واحده. دابا واش جوج ولا ثلاثه؟ تولد ثلاثه. دابا شوف زين راه كانت شبعانه قالك تولد ثلاثه، كان جيعانه تولد جوج واحد. سيدي دابا يعني انت عندك خبره في يعني ديجا عندك تمشي شادد. درك هادي مشه ومش هادي جوج. شحال ولدت لك مره في العام؟ ولدت لي ثلاث خطرات. شنو ممكن تقول الناس مناسبه السنه الجديده؟ وسيدي مبروك السنه والله يطول لكم عماركم والله يشوف فيكم ويشوف سيدنا ويطول عماركم وعمارنا ونشوفوا ساعه اخرى ثاني غير هذا عام اخر. سيدي السؤال ديالك شكون هو اول منتخب عربي صعد لكاس العالم؟ اول منتخب صعد العربي كاس العالم مغرب منتخب ديالنا. لا جواب خطا. اول منتخب عربي صعد كاس العالم هو منتخب مصر. سيدي مبروك عليك، ها هو الكادو ديالك. شنو ممكن تقول للناس اللي كيشوفوك؟ واتمنى لهم سنه سعيده باش نتمنى ندخل لكم باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه. غادي نسولك سؤال في ثقافه عامه. نشوفوا لا ان شاء الله غادي نجاوب. شنو هي اصغر دوله عربيه مساحه؟ هي البحرين. متاكد هي البحرين؟ هي البحرين. لا سيدي، اصغر دوله عربيه مساحه هي البحرين. مبروك عليك اخويا، ربحتي معنا قسيمه من الفئه ديال 100 درهم مقدمه لك من طرف بوتيك جلال. تفضل. مرحبا. بصحه وراحه اخويا. شنو ممكن تقول الناس بمناسبه السنه الجديده؟ وكنتمنوا 2022 اللي جايه تدخل علينا بالصحه وهذا الوباء يمشي. هادشي اللي نقول، الله يدير فيها الخير وصافي. السؤال هو شكون هو اول منتخب عربي صعد لكاس العالم؟ المنتخب المغربي. لا ويلي تشارك معنا الشباب. والله حتى كان ما عنديش مع الكره انا كاع، انا الكره ما عنديش معها انا كاع. مازال هو راه يعطيك معلومه بعدا تقدر تكون صحيحه ما هيش، انا ما عنديش معها كاع ما عارف. لا صافي سيدي خليك. المنتخب الاول اللي صعد لتصفية كاس العالم هو اول منتخب عربي هو منتخب مصر. مصر اه هذه المعلومه اول ما نسمعوا بها شيء. المهم سيدي كيف ما قلت لك جاوبتي غادي تربح، ما جاوبتيش غادي تربح. كادو ديالك مقدم من طرف بوتيك جلال. شكرا اخويا. وا سيدي كنشكركم نتوما الاولين على الهديه، بوتيك جلال تا هو كنشكروه على الهديه ديالو. وسيدي نهار سعيد. سيدي السؤال ديالك شكون هو اول منتخب عربي صعد لكاس العالم؟ اول منتخب صعد العربي كاس العالم مغرب منتخب ديالنا. لا جواب خطا. اول منتخب عربي صعد لكاس العالم هو منتخب مصر. سيدي مبروك عليك، ها هو الكادو ديالك. شنو ممكن تقول للناس اللي كيشوفوك؟ واتمنى لهم سنه سعيده باش ندخل لكم باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه. غادي نسولك سؤال في ثقافه عامه. مرحبا بك. نشوفوا لا ان شاء الله غادي نجاوب. شنو هي اصغر دوله عربيه مساحه؟ هي البحرين. متاكد هي البحرين؟ هي البحرين. لا سيدي، اصغر دوله عربيه مساحه هي البحرين. مبروك عليك اخويا، ربحتي معنا قسيمه من الفئه ديال 100 درهم مقدمه لك من طرف بوتيك جلال. تفضل. مرحبا. بصحه وراحه اخويا. شنو ممكن تقول الناس بمناسبه السنه الجديده؟ وكنتمنوا 2022 اللي جايه تدخل علينا بالصحه وهذا الوباء يمشي.
هادشي اللي نقول، الله يدير فيها الخير وصافي. السؤال هو شكون هو اول منتخب عربي صعد لكاس العالم؟ المنتخب المغربي. لا ويلي ويلي، تشارك معنا الشباب؟ لا هذا كان ما عنديش مع الكره انا كاع، انا الكره ما عنديش معاها انا كاع، مازال هو راه يعطيك معلومه بعدا تقدر تكون صحيحه ما هيش، انا ما عنديش معاها كاع ما عارف لا. صافي سيدي خليك، المنتخب الاول اللي صعد لتصفيه كاس العالم هو اول منتخب عربي هو منتخب مصر. مصر اه هو منتخب. هذه المعلومه اول ما نسمعوا بها ماشي. المهم سيدي كيف ما قلت لك جاوبتي غادي تربح، ما جاوبتيش غادي تربح. كادو ديالك مقدم من طرف بوتيك جلال. شكرا شكرا اخويا. وسيدي كنشكركم نتوما الاولين على الهديه، البوتيك جلال تا هو كنشكو على الهديه ديالو. وسيدي ما سعيد في نظرك الاخطبوط زيز شحال عنده من قلب؟ يمكن شي جوج شويه. شوف شويه اه ولا ثلاثه. ودابا جوج ولا ثلاثه اه شحال ما بين جوج وثلاثة؟ لا ما كاينش، انت عندك ما بين قلب وجوج قلوب، كيقول عندك يا اما جوج يا اما ثلاثة. قربت شوية من الإجابة. قربت أنا قلت لك ما بين جوج وثلاثة. سيدي غادي نعتبره جواب صحيح، غادي نعطوا قسيمة ديال شراء من فئة 100 درهم مقدمة لك من طرف بوتيك جلال. ها هي سيدي مبروك عليك. شنو الله يبارك فيك. ونقولوا نتمناوا الخير للجميع. الله يحفظ الجميع. آمين. الله يحفظ الجميع، الله يصوب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.